خاص بلمن طول عليكم بلو نيشن فيس في الموضوع ونعطي سيد الأمين العام يعني الميكرو باش يعطينا كلمة توجيهية لهذا اللقاء وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة أعضاء المكتب السياسي، الإخوة والأخوات البرلمانيين، أيها الحضور الكريم، في البداية أود أن أتقدم بتهنئة للأكاديمية الشعبية على افتتاح سلسلة من الأنشطة التي سوف تقوم بها بهذه الندوة حول موضوع طبيعة الحال موضوع الساعة، ألا وهو التعديلات التي يمكن أن تطرأ على قوانين المؤثرة للمنظومة الانتخابية. وبطبيعة الحال لابد أن أذكر أن نظامنا الانتخابي يحتاج فعلا إلى عدد من التجويد من التحسين، ويجب أن يراجع أو تراجع بعض الجوانب منها. ولابد كذلك من التذكير بأن حزب الحركة الشعبية كان دائما يسعى أن يكون هذا النقاش حول المنظومة الانتخابية ليس في الشهور التي تسبق يعني الانتخابات، لكن أن يكون نقاش بمدة طويلة قبل الاستحقاقات حتى يكون النقاش مستقل، وحتى يمكن أن ندخل إصلاحات عميقة على المنظومة ليعطائها نوع من الاستقرارية. يعني غير تيبان بأن غير منطقي وغير معقول أن في كل مرحلة انتخابية تيخصنا نعاودوا القراءة ونعدلوا القوانين الانتخابية. بالطبع هناك بعض التعديلات التي تفرضها التطورات، ولكن في المنظومات الأخرى كتبقى طفيفة لأن حتى الناس يعني تيعرفوا شنو هو النظام الانتخابي اللي تيتمشاو عليه. وفعلا يمكن لي نقول بأن الحكومة أخذت بعين الاعتبار هذا المطلب يعني جزئيا، لأن المناقشات والمحادثات ما بين الأحزاب السياسية والحكومة قد انطلقت في أواخر سنة 2019، مع الأسف جائحة كورونا خلال سنة 2020 جعلت أن كان شوية ديال البطء، وما كانش ذاك النقاش المستمر اللي كنا كننتظرو باش يمكننا نخرجوا بشي حاجة اللي هي تتمشي في العمق. ولكن مع ذلك أن خلال المشاورات اللي وقعت ما بين الأحزاب السياسية والحكومة كانت هناك عدد من النقاط التي أخذت بعين الاعتبار في مشاريع القوانين التنظيمية والقوانين العادية التي وحيلت على البرلمان. هناك نقاط بالطبع وقع عليها اتفاق، وهناك نقاط يجب على البرلمان أن يعمق فيها النقاش وأن يحاول إما أن يصل إلى صيغة متفق عليها أو أن يستعمل حقه في يعني التصويت على المقترحات. بغيت غير نذكر بأن خلال المناقشات التي كانت ما بين الأحزاب السياسية والحكومة الهاجس أو الأهداف اللي كنا تتمحتو عليها، وهو أولا واحد النوع من التطابق بين التمثيلية داخل المؤسسات والوزن الحقيقي ديال الحزب داخل يعني الناخبين. هنا تبين يعني بالملموس من خلال المقارنات ديال النتائج وديال الأصوات المعبر عنها أن هناك أحزاب عندها واحد الثقل أقوى مما يمثلوه في يعني منظومة الناخبين. كذلك كان الهاجس وهو كيف يمكن أن نعزز حضور العنصر النسوي ومغاربة العالم. وكان كذلك كنحاولوا خلال النقاشات اللي تمت
حل الإشكاليات المرتبطة بتقديم الحسابات المالية، لأن واجهت الأحزاب السياسية حتى عدد ديال الإشكالات، منها مثلا المرشحين اللي ما تينجحوا شيء وما تيقدموا شيء الحسابات ديالهم، وتيولي الحزب هو مطالب أنه إما يقدم هذه الحسابات أو يعني يرجع الأموال اللي هو صرفها بوثائق أعطاها المرشحين. وكانت فيها فعلا إشكالية كبيرة بالنسبة للأحزاب السياسية. كما تطرقنا إلى بعض النقاط التقنية المرتبطة مثلا بشروط الترشيح، كيف يمكن للمرشحين أن يقدموا ترشيحه، كيف يمكن للوائح أن تكون محمية ضد بعض التلاعبات ديال الإنسان اللي حتى كيتغلقوا باب الترشيح وتيمشي يسحب الترشيح ديالو أو كيبان بأنه ما عنده شيء الشروط. وهذه كلها بطبيعة الحال نقاط يعني أو أهداف اللي كنا كنتوخوها في هذا النقاش. ويمكن لي نقول لكم بأن بعد تلاوات يعني المشاريع التي قدمتها الحكومة، الحزب الحركة الشعبية وجد عدد من النقاط التي قدمها في مذكرته وجدها أخذت بعين الاعتبار. ولكن مع ذلك لابد أن يبقى دور البرلمان حاسما، لأن ممكن أن يصادق على هذه المقترحات أو أن يعدلها أو أن يجودها. تعلق الأمر بعدد من الأحزاب السياسية والتي يهمها الأمر. بالطبع أن تكون هناك تباين في وجهة نظر حتى في الصيغة ديال ما اتفق عليه. يمكن كاين المبدأ الذي اتفق عليه، ولكن ممكن أن تكون وجهة نظر على فيما يتعلق بالتطبيق مختلفة، وهذا طبيعي. والنقاش يعني المحادثات داخل البرلمان هي اللي يمكن لها تحسن هذا الشيء كله. فمن بعض النقاط التي يمكن أن تثير النقاش وهي مكانة الشباب في المنظومة الانتخابية، مع العلم أن اللوائح الجهوية ما كتمنعش ما كتقصيش أي الشباب، ولكن مع ذلك يجب أن نراعي كيف يمكن للشباب أن يكون حاضرا وأن يكون له مكانته، وخصوصا أن فعلا في المذكرة ديال الحركة الشعبية لم نقصي الشباب بتاتا من التمثيلية ومن ما يسمى بمكتسب في كان عليها توافق داخل في خلال المناقشات التي كانت بين الأحزاب السياسية والحكومة، وهناك كذلك مقتضيات اللي مازال ما وقع شيء فيها التوافق. والبرلمان غادي يلعب الدور ديالو اما ببحث عن صياغ توافق او يعني اجراء تصويت على هذه الانتخابات باغلبيه واقليه. ولكن اللي هو مهم في هذه القوانين وهو ان يعني الاهداف اللي كانت تسعى لها الاحزاب السياسيه، وهي اولا تقويه مكانه المراه والشباب، ثانيا كذلك ايجاد واحد النوع ديال التوازن ما بين الوزن الحزبي داخل المؤسسه وكذلك في داخل يعني المنظومه الناخبه، والى غيرها من بعض المقتضيات التي تهم الاحزاب السياسيه، تقوية الدعم، تدقيق يعني شروط المحاسبة، وكذلك فتح المجال للأحزاب لخلق بعض المؤسسات يعني الأشغال المرتبطة ب يعني أشغال الأحزاب السياسية. فهذه كانت فحسب لطرح يعني بعض الأفكار حتى
نسمح للفريقين البرلمانيين الحركيين داخل البرلمان للدفاع عن وجهة نظر الحزب؟ شكرا. طبعا اليوم هناك ندوة حول القوانين التنظيمية الجديدة، وهذا الموضوع له أهميته، له راهنيته. القوانين التنظيمية الجديدة جاءت بالعديد من التعديلات وجاءت بالعديد من المكتسبات. أولا تنزيل مقتضيات الدستور فيما يتعلق بتمثيلية النساء على مستوى الجماعات الترابية وكذلك على مستوى المؤسسة الدستورية الوطنية. كذلك هناك تنزيل مقتضيات الدستور على مستوى دور الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتطهير المواطنين بالنظر للتعديلات الجوهرية التي جاء بها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية. طبعا اليوم هناك منظور جديد لتطوير المنظومة الانتخابية بالمغرب، وكذلك توحيد هذه المنظومة سعيا إلى مزيد من تخليق الحياة السياسية وكذلك المزيد من الشفافية. ونعتقد بأن الحزب اليوم سيخرج كذلك بمقاربة جديدة بالنظر لتقديمه للعديد من التعديلات داخل سواء مجلس النواب أو مجلس المستشارين. أعجبك الفيديو؟ اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.